على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلي خالعة الزمام، كلانا في الهوى صعب المرام. نفرت وما علي بذاك بأس، نفوري من أعاجيب الأنام. وجانبت المسرة والملاهي كما جانبت أولاد اللئام. أكرم الله محضركم جميعا. فرارا من بني الدنيا فإني وجدتهم أضل من النعام. فكم جربتهم آنا فآنا فكانوا كالسراب لدى أوامي. أبن يا دهر قد ركبي فإني وجدتك غير بر بالكرام. كغدرك في بني الهادي علي غياث الخلق في الأزل العظام. رميتهم بسهم الغدر ظلما كرمي الصيد في البلد حرامي. فهل وجدتك زينب أم موسى؟ وهل باتت كزينب باهتظامي؟ عشية بات منزلها خليا من الأبطال والأسد محامي. عباس وعدك وين يا صنديد الرجال؟ هذي العدة دنو لزينب لسه بجمع. يلي حديت بناقتي
بهيبة وسكينة، ودقيت صدرك يوم فارقنا المدينة. هاي الضعينة تسير يا حامي الضعينة، واطفال مدهوشة وحريم وضيقة عيال. واويلاه ان شاء الله في هالبيت الماتم كله يقرا. غفر الله لكم. يلي على المسنات نايم دق عدوشو، بجفوفي استر وجهي يا مقطوع الجفو، وهاي الضغينة طالعة من أرض لطفو، قدامي راس حسين خي فوق عسى. وويلا قالها العتب يختي على العين وعلى الراء، رغم العذر عتبي يا زينب على العبا، بس لا تقول حسين ظل جثة بلا، فوق الترب مسروق للجنز ولا انشاء. وويلاه صاحت إذا ما تحتمل تسمع بأمره، شحال اللي شافت شمير متربع بصدره، ثلث القلب شفت طلع من خرس ظهره، ميمونة صار يميل كل ما صاحب مال. ولي ولي وين الذي يسج بطريج، والريح لو لوح رفيج يوصل هلي ويظهر نشيجة، يصرخ بصوته ويشق زيجة، يقل النبي ويخبر خديجة، ترى يبس حسين العطش ريجة، والله يبس حسين العطش ريجة. والله يبس حسين العطش ريجة، وعدوة بك عليه وصديجة، ويقلهم صفج زينب بضيجة. لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. قال مولانا أمير المؤمنين علي: أما بعد، فإن معصية العالم الشفيق الناصح المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة، وقد أمرتكم في هذه الحكومة أمري، ونخلت لكم محزون رأيي لو كان يطاع لقصير أمر، فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن أمرتكم أمري بمنعرج اللواء، فلم تستبين النصح إلا ضحى الغدي. قضى الله
للعليا أن تتجسدا، فقال لها كوني فكانت محمدا. لما تدور في كتب شيعة أهل البيت وأتباع مدرستهم، حتى لو كانت عندهم كتب ما يختلفون على صحتها، ولكن ما يكتبون على كتابهم مثل صحيح الصحيفة السجادية أو الصحيح من نهج البلاغة أو الصحيح من الكافي للكليني، هذن مخلينهم كتب، لكن بعضهم نجمع الأولين والآخرين من شيعة آل البيت على صحتها، ماكو واحد يجي ويطعن فيها. وانطيك معلومة خصوصا عن نهج البلاغة، اللي جمع الشريف الرضي رحمه الله، عليكم السلام والرحمة، الشريف الرضي قريب من عهد الأئمة، ولما كان يورد في كتابه اللي أسماه نهج البلاغة خطب وكلمات ورسائل أمير المؤمنين، كان يدقق في الراوي، وأحيانا حتى لو كانت الرواية صحيحة يقرأ المتن، إذا المتن ما أعجبه يقول من خلال فهمي لكلام الإمام علي هذا الكلام مو للإمام علي، حتى لو كانت الرواية صحيحة المطعون فيها، الإمام ما يسولف هكذا من خلال المتن. وانطيك بعد معلومة، عندنا عالم رحمه الله توفي بهالقرن هذا، حتى كرمت الحوزة العلمية وسوت له مؤتمر، كتب كتاب في 4 مجلدات، أعتقد عنوان كتابه أسانيد نهج البلاغة من قبل الشريف الرضي، يعني يعتمد على كل الخطب اللي نزلها الشريف رحمه الله في نهج البلاغة من غير كتب الشيعة، يجيب أسند الخطبة أو الرسالة أو الحكمة من قبل الشريف الرضي، من كتب كتبت قبل الشريف الرضي، فهذا جهد جبار ويشكر عليه رحمه الله. الآن طلع في المسلمين من جاي يحارب نهج البلاغة بشكل، واعتقد ما تغيب عليكم ليش جاي يحاربون نهج البلاغة، لان انت اذا تراجع نهج البلاغة ما تلقى بي شيء اسمه مخالف للاسلام، بس انا اقول لك اكو فيها مفردات هذه تهدم بعض ما بناه المسلمين واجمع عليه، أحكيها لكم بالقلم العريض. محاربتهم لنهج البلاغة ليكون فيها الخطبة الشقشقية، خو ما تغيب عليكم، وهذه إذا اعترفوا بصحتها راح تنهدم كثير من الأبنية، بينما أنه شراح نهج البلاغة حتى من غير شيعة أهل البيت مثل ابن أبي الحديد المعتزلي، وإذا تردون تعرفون هذا المعتزلي إن لو علينا روحوا أقروا الجزء 6 و7 من كتابه، شوفوا شي يحكي سنة بعد ما أرد أقول لك شنو، إذا حبيت تطلع شوف في الجزء 6 و7 مخصصها إلمن في مدح من، راح تعرف هذا هواء إلمن، إن لو الغيرنا يمكن فهمت جاي أقول لك هواء الغيرنا، لكن الرجل منصف، ولما يوصل إلى الخطبة الشقشقية أبداً ما يطعن فيها ويقول هذا جرى، بل هذا واقع وصار. تقسيم نهج البلاغة 3 أقسام، هذا ذكاء وحنكة الشريف الرضي. قسم خطب جمعة، خطب بالمناسبة، خطب لتهيئهم للحرب، هاي خطب الإمام جمعها في القسم الأول.
القسم الثاني من نهج البلاغة رسائل اللي الإمام كتبهن للولاة، الأصدقاء، البعض الصحابة، عرفت يولا العمال، الأولاد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث حكم، حكم الإمام علي اللي مع الأسف أمانة علمية ماكو، والله أمانة علمية ماكو. أحيانا لك واحد يسرق له سرقة قليلة حتى لا تبين السرقة مالته، ولكن إذا واحد يجي يسرق كلمة سلوني قبل أن تفقدوني، ينطونها الغير على ابن أبي طالب. هالشنو من سرقة علنية؟ تدرون أنا شرد أقول لكم، أكو مسلسل تعبت عليه الأمة العربية وأنتجت للمسلمين، مولاي نعطين بعض المفردات اللي إحنا نتداولها مثل قل هو الله أحد، هاي كلها حافظينها المسلمين، هاي مفردة ندري بها على ابن أبي طالب، شلون نسبتوها الغير على ابن أبي طالب؟ مثلا يقول له متى استعبدتم الناس وقد ولدنهم أمهاتهم أحرار. أصلا هاي صياغة الكلام ما يمكن واحد يقولها غير على ابن أبي طالب. أنت وين الأمانة العلمية اللي عندك؟ ليش تكذب؟ يعني أنا إذا أريد أسألك مثلا زيد من الناس، التفتوا، زيد من الناس ترجمته وحياته مكتوبة في كتب السير والتاريخ والمسلمين، دورناها مفردة مفردة، هذا زيد ما لقيناه قاتل ولا رجل، ولا رجل. أي حي بعد أتعرضها. يا أخي مولاي لما شفنا أمام الملأ العام بثوا بعض المسلسلات، ينزل في ساحة الميدان بلي بسيف يقتل 10 10، وحي نزل عليكم، رؤيا رأيت بها، كنت حاضر جنابك أيها المخرج. مو هاي أمانة علمية؟ الله شو يقول؟ بلي من الوصايا 10، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ترى الكيل والميزان مو مال بوتيتا وطماطة، يعني يكون عندكم منصف. الله يقول لما ترغون شيء تحجون فن الشيء كن منصف. بعد وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، إذا قلتم فاعدلوا، توان العدل مالك أنت من أجل أن تراويني شخصية وتحليها بعيني تجي تكذب علي؟ الكذب فيه هلاكك وهلاك غيرك، تحكي لي الجد والواقع. أنا أرد أسألك، يوم من الأيام ألتقي بك، أنا جاي أقول لك أنت لما ما تقول زيد من الناس نزل لساحة الميدان وقتل 10 نفرات، انطيني هذا في أي كتاب حتى لو رواية ضعيفة قنعني بها. أرد أسأل، أنا ما ألي أسأل. لو تعال أقول لك، شايفين حتى في المسلسلات لما يخلون مثلا قاضي يكتبون فوق رأس القاضي شنو؟ العدل أساس الملك، مو بس ما يكتبون الكلام المنهار، والكلام إلى صلة. خل أقلكم بدايته حتى تعرفون بلاغة إمامكم علي عليه السلام. يقول العالم حديقة، العالم حديقة وسياجها الشريعة. شنو اللي مطوقنا أنا وأنت؟ الدين، مو ما يخليني أعتدي عليك ولا أستغيبك ولا قتلك ولا سرقك. العالم حديقة وسياجها الشريعة، والشريعة سلطان تجب له الطاعة، والطاعة سياسة يقوم بها الملك، والملك راع يعضده الجيش، والجيش أعوان يكفلهم الرزق، والرزق مال تأتي به الرعية، والرعية سواد يستعبدهم العدل، فالعدل أساس الملك. شون حكي بالله عليك؟ بس أمانة ماكو يكتب العدل أساس الملك، ما يكتبها لمن؟ أنا جاي أشوف أدعية، أدعية يدعون بها في فضائيات المسلمين، يكتب بصوت من؟ إنتاج من؟
تسجيل من؟ تصوير من؟ ما يكتب هذا الدعاء للإمام علي بن الحسين في الصحيفة السجادية، يستنكف، لأن هم يدرون أخواني. حدث الناس بمحاسن كلامنا، فلو أنهم سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. بل يخافون. وانطيك بعد معلومة، أقرأ كتاب اسمه ودخلنا التشيع سجدا، هذا مستبصر سوداني محامي اسمه محمد علي المتوكل، يكتب كيف هدايته واستبصاره. يقول أنا رحت البيت ابن عمي، وإحنا يقول يسمونا من الأشراف، فشفت ابن عمي على دين التشيع، قلت له شنو اللي أودى بك وتصير شيعي؟ قال قرأت دعاء الصباح. كافي أنك تقرأ دعاء الصباح تعرف التوحيد الواقعي أدمن، التوحيد الواقعي أدمن. مو جاي نسبوا لي ونسبوا لك أنت مشرك وكافر وما عندك دين، ما يخالف. عند الصباح يحمد القوم السورة، أنت مو ربي، أنا مو عبدك، أنا عبد لله، أنا عندي دين ودين به الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة رب العالمين هو أبصر بي. وراح نعرف الإمام علي مثل ما يقول أبو ذر: وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. راح نشوف مولاي. والله مصيبة، يعني قالت العرب الله يلعنك يا لساني، خلي أضمها، بس لا بأس. الكلام اللي بديت به: أما بعد، فإن معصية العالم الشفيق الناصح المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة. هذني مفردات حجاهن الإمام علي. تدرون كلام الإمام علي بالمناسبة، مو يقولون لكل مقام مقال، الإمام يتكلم بالمناسبة، لأن كلامهم مو صواب، عين الصواب. الإمام يقول منطقهم الصواب، يعني إذا مثلا الآن قاعدين تتكلمون بموضوع، تتحشون مثلا عن الظلم، تسيئون للظلم وتذمون الظلم، فد مرة أنا أدخل معاكم موضوع أحكي عن السياسة تذموني؟ ما لربط كلامك بكلامنا؟ ماكو بلي سنخية، كنت أتكلم بالموضوع مالنا. الإمام علي عليه السلام كلامه شلون رب العالمين ينزل كلامه إلى شأن النزول؟ حتى القرآن إلى شأن النزول ينزل بالمناسبة. مثلا أنتم باكر تردون تحتفلون بعيد الغدير، القرآن كل شيء يقرأ حلو، ولكن يا عيال تقرون يوم الغدير؟ ها اليوم أكملت لكم، مو إلها مناسبة. لو مثلا ليلة مبعث النبي شنو تقرأ؟ لا بأس، ولكن من تقرأ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، هاي تختلف أكثر وقعها. أنا أتذكر كانت فاتحة وقعدنا واحد كان يقرأ قرآن، كل الناس عيبت عليه، قالوا مو حلو جاي يقرأ، شنو قرأ؟ قرأ سورة النور. سورة النور بلي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، قال قرآن جيد حلو، كل شيء يقرأ حلو، ولكن اليوم لو يقرأ لنا فرد شيء ذكرنا بالموت، لأن مناسبة. فالكلام إذا كان إلى أرضية يكون حكمة، يكون وقع أكثر. الإمام علي يمتى قال هالمفردات؟ أما بعد، فإن معصية العالم، التفتوا إلى كم مفردة قالها؟ العالم الشفيق الناصح المجرب. إذا واحد عالم وناصحك وشفيق عليك وعنده تجربة، هذا إذا عصيته تدش يصير بك؟ إذا عصيته معصيته توجب الحسرة وتعقب الندامة. أنك إذا عصيت لك واحد بهالمعنى راح تطول معاك الندامة وتتحسر. سيدي شنو صاير؟ قال وقد أمرتكم
في هذه الحكومة أمري، ونخلت لكم مخزون رأيي لو كان يطاع لقصير أمر. خل أشرح المفردة وأقول لك شنو المناسبة للإمام حكى هذا الحكي. هذا مثال عربي الإمام تمثل به، لو كان يطاع لقصير أمر. طبعا الإمام كثير يستشهد بأبيات شعر للعرب، أمثلة للعرب. تدرون قبل اللي يحكم في بلاد العراق، بلاد فارس، كسرى زعيم الفرس، ولكن مخلي ولاة عرب بالحيرة. أول ملوك العرب بالعراق هم المناذرة. بالشام أكو مرة في منطقة اسمها تدمر، هذه مخلينها روما، قيصر الروم في قبال ملك العرب. صار حرب بين المناذرة وبين هاي المرة اللي اسمها الزباء، تدمر والحيرة، صار حرب بيناتهم. انتهت الحرب، صارت أمور تصالحوا. المرة كتبت لملك العرب أنك تعال فترة عندنا تنزه ارتاح، احنا بعد تراضينا تصالحنا، فعد العدة يريد يروح للنزهة بلاد الشام. الوزير ماله اسمه قصير، قال له لا تأمن بيها، هاي تفتك بيك وتقتلك. انت تعلمني، انت الان اسجنك ومن ارجع اقتلك، شلون تعلمني انا؟ سجنه والوزير اللي اسمه قصير، هو هم رايح للنزهة ماخذ وياه 100 نفر رعاية وحماية وعبيده وناس. من وصل للشام اتفاجأ ان المرأة متهيئة لقتله وقتلته. العرب ظلوا يتداولون هذا الكلام، لو كان يطاع لقصير امر. هذا قصير اللي نهى الملك، لو الملك ماخذ حشايته وما رايح. الامام قالهم لو كان يطاع لقصير امر، انا كلمتي ليش ما تسمعونها؟ ايها الناس اني قد بثثت اليكم المواعظ، هاي ان شاء الله راح تسمعونها بعد ليلتين واكثر باذن الله، حتى قلكم هذا نفس الجيش اللي استقبل الامام الحسن عليه السلام روحي فداه، وراح نحكي عن سبب صلح الامام الحسن وبعض النقاط الذي مبهمة عند كثير من شيعتنا، ولكن مدام أنا ذكرت أريد يهمكم الأمر يا شيعة علي وفاطمة. مثل ما اهتميتوا وصحتوا ولبستوا السواد واهتميتوا وحزنتوا على مولاكم الحسين يوم عاشورة، أريد همتكم تقولون لعيالكم أخوتكم ولدكم ناسكم، قل ترسوا مجالس الإمام الحسن، لا تزعل عليكم فاطمة الزهرة، خلي همنا الأمر أخواني، وإحنا جاي نحكي بمظلوميته، جاي نقول الآن البقيع ما بيها إلا الحمام يطاير، إيه ما يخالف، ليش ما ترسون مجالس الإمام الحسن عليه السلام؟ بارك الله فيكم أخواني، خل كل واحد من أدنى يهم الأمر، وكلمته مسموع إن شاء الله حتى لو أدنى فر واحد، بارك الله فيكم. قالهم قد بثثت إليكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا. لله أنتم أتتوقعون إماما غير يطأ بكم الطريق؟ تردون منو أحسن من علي بن أبي طالب يجي يقودكم؟ منو أحسن مني؟ هاي يمتى صارت مولاي؟ لما مال إمام علي زحف هو وجيشه وصل يم خيمة معاوية بحرب صفي، بعد هو بالخيمة وشاف سيف ذو الفقار بيد الإمام علي. هسا بعد المنبر ما يسمح لي، أنت اقرأ شوف شنو صار ذاك اليوم. ها؟ قال له عمرو بن العاص خلصني، هذا علي وذو الفقار بيده، يعني موت. قال له أقدر الآن أخلصك منه، بس تنطيني مصر.
قال له ما صار إلك؟ قال اعطيني مصحف. شالوا المصحف على رؤوس الرماح. ما الحكم إلا لله؟ ابتسم الإمام علي روحي فدا. درى الآن جيشه ينخدع ينغش. صاحوا عليه: علي ها تحارب القرآن؟ هسا مرة قلت ذول الناس خوارج على إمام زمانهم، جينا معاه قاتلناهم، لما ما شالوا القرآن شن نسميها بعد؟ نحارب الله؟ ارجع. شقد مظلوم الإمام علي، والله شقد مظلوم. تدرون أخواني هذا الموقف شقد أخر المسلمين؟ يمكن 1000 سنة أخرنا. ما خلوا الإمام علي يتقدم، لأن الإمام علي هدفك رسول الله، والرسول الله أمره. أقرأ الآية معي: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وين الدين كله؟ شو الآن مليار نفر بالهند يعبدون مولانا صنم، وبيعبدون بقر، والناس البوذيين، والناس اليهود والنصارى والصابئة، واللا دينيين والمجوس أكثر من المسلمين. وين يظهر على الدين كله؟ منو اللي أخرنا؟ منو اللي منع رسول الله أنه يستمر بتبليغ الرسالة؟ حضرتني كلمة حلوة جدا مهمة. ترحموا على الشيخ علي الشجاعي الله يرحمه، الله يرحمه. أنا سمعتها من عنده، يمكن تعبيري مو مثل تعبيره هو الرجل البطل، ولكن نص كلامه هكذا كان. قال: تدرون احنا شنو حاجتنا للأئمة؟ ليش مو بس رسول الله؟ قالها دقيق، الله خلانا في كل شيء أدلة. قال: انت لما ما تجيب هاي اللقمة وتوصلها للحلق، هاي بمثابة إيصال الرسالة، ولكن ما انتهت، مو بس هاي وانتهت، تحتاج أن الأسنان تهضمها وتنزل في أكثر من مكان لما ما تتوزع على البدن والبدن يستقر. يقول الأئمة عليهم السلام كل واحد عنده دور برسالته لما ما يوصل دين المصطفى إلى آخر نقطة، ولكن منعوه، سووا بهم يا مولاي. قالهم: ما يخالف أنا أرجع، ولكن هاي خديعة. بعدين من عرفوها خديعة اجوا للإمام علي: يلا علي استغفر، ليش تاخذ حشينا انت؟ اذا لا نطلع من عندك ونحاربك. عاد الامام قالهم: اما بعد فان معصية العالم، اذا تعصولكم عالم وناصح وشفيق ومجرب، انا مجرب، انا تلميذ رسول الله، تورث الحسرة وتعقب الندامة. وقد أمرتكم في هذه الحكومة أمري. أنا البارحة قلت مفردة لا بأس أشوف وجوه جديدة، خل أقلكم. يمكن الآن تقول لي: شنو الداعي تذكر النصفين؟ لربما في أسماء تثير المشاعر والاستفزازات. لا، هذا أسلوب القرآن. القرآن حجة علي وعليك. القرآن يروينا وقعات حنين وبدر والأحزاب، هاي معناها جواز ذكر التاريخ. أما ذكر الأسماء، القرآن يذكر لنا أبا لهب وهارون، عفواً قارون وهامان وفرعون. إذن ماكو مانع أنا أذكر أي اسم، ولكن إذا تشوف أكو ناس مصرين على أنه لا نذكر الأسماء، لأنه ذولا إذا انكشف ويطيح المستور، ينكشف مولانا قولة المفردة الحالية خلف الكواليس، راح تطلع كثير من الخفايا. هذا حضورك أنت في المآتم، هذا استمرار. بقى قلت لكم للجهة، الجهة اللي وقفت ويا علي، والجهة اللي وقفت ضد علي بن أبي طالب عليه السلام، هذان خصمان اختصموا في ربهم. جهة واقفة ويا علي بن أبي طالب، وجهة واقفة ضد علي بن أبي طالب. بالله عليك، اللي يوقف ويا علي بن أبي طالب خسران؟ علي مع الحق والحق مع علي.
قعد النبي ويا أبو ذر، يقول المسجد ما بي إلا النبي وأبو ذر، الناس كفت. قال أبو ذر فرصة، أرد أقول لك مفرد أحفظها، أبو ذر إذا أنا متيت راح تصير ملاحم وفتن كثيرة. أبو ذر لو سلك الناس وادي وسلك علي وادي، مو تنخدع بالكثاء، فاسلك الوادي الذي سلكه علي عليه السلام، لأن الحق أينما دار علي يدور معه. هذا حضوركم هنا تردون بي الدنيا، بالله عليكم دنيا الناس هلا عايشة، ولكن من تجي هنا حتى توقف في الصف على ابن أبي طالب عليه السلام، يقولهم وقد أمرتكم في هذه الحكومة أمري. وكلام الإمام ساري مفعول إلى يومنا هذا، يحاكي كل المسلمين، يقول يا مسلمين أما أنا لكم أن تتنازلوا؟ الحق بجهة واحدة، ما يصير تدافع عني وعن عدوي، إذا تدافع عني وعن عدوي هذا معناه نفاق، أنت ما عندك قلبين في جوف واحد، وهذا القلب يحمل إما جهة علي بن أبي طالب أو الجهة المخالفة. أنتوا أعلنتم معكم معكم لا مع عدوكم، ولكن أنا أحبك وأحب عدوك، ما يصير ما يصير تحب عدو. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما يمكن نوح يحب الله ويحب ابنه، لأنه ابن عدل الله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ما يمكن واحد بالمسلمين أن يحب المسلم الواقعي ويحب عدو المسلم أيا كان هذا العدو، ابنك لو أخوك لو ذاك البعيد. هذا هو الدين، الدين الحب في الله والبغض في الله. انت اقرأ عن مروان بن الحكم لما اجل الإمام الحسين عليه السلام، قال له وداني معاوية أن أخطب بنت عبد الله بن جعفر الابن يزيد، وقد أمرني أن أعطيها بكثر ما يطلب أبوها. قد ما يطلب أبوها أنطيها، هاي واحدة. اثنين ننطيكم فكاك ديونكم. ثلاثة الناس تظل تحسدكم، شقل لك زوجة وبتهم من يزيد. أربعة إصلاح ذات بينكم، تبطل هالبرودة لبيناتكم. وظل يجيب ويحمل يم الإمام، قال له على كيفك. أما أنك تقل لي ننطيها بقد ما تريد مهر، بتنا مو أحسن من أمي فاطمة الزهرة، إذا ردنا ننطيها نزوجها إليه فمهر أمي فاطمة 480 دينار مو أكثر من هذا. اثنين تقول لي ننطيكم فكاك ديونكم، متى كانت نساؤنا تفك عنا الدين؟ شو أنت ما تعرف السولف؟ شو أنت تطينا فلوس بخاطر مرتنا تطينا فكاك ديننا؟ ثلاثة تقول لي الناس تحسدكم، صحيح أهل الجهل أكثر من أهل العلم ويحسدوننا على يزيد. أربعة تقول لي إصلاح ذات بينكم، إحنا ما عندنا عداوة شخصية ويا يزيد وأبو، وإنما الحب في الله والبغض في الله، تعادينا معاهم لعدائهم لله، بس هذا هو. إحنا لو يحبون الله ويردون الله نحبهم. روح فقد زوجت بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمها، ما نطيها ليزيد. وهذا الذي مولانا جعل يزيد يتحمل كثير على آل رسول الله. هاي واحدة من القضايا اللي كان ضامها في قلبه. أنا حد البارحة من رجعت قلت شلون ذكرت بعض الخفايا اللي شيعت على ابن أبي طالب ما يتحملون، بس لا، إذا ما نذكرها هاي ظلم للإمام الحسين عليه السلام. ما يصير إحنا نخلي مثل غيرنا تعتيم إعلامي. تدرون اليوم يزيد مجلسه بعشرة آلاف نفر وقاعد، أول ما بدأ ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ولا قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم فعدلناه ببدر فاعتدل
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قام واحد قال له يزيد أنت تقول المسبيين خوارج دين ما عندهم، والآن بديت تحكي شعر وتقول خذينا ثار بدر واللي انقتلوا ببدر من أسلافك معروفين شيبة وعتبة وحنظلة وعكرمة والوليد، زين ذولا شنو صلتهم بقتلى بدر؟ احكي لنا الصدق، المقتول منو؟ السبايا منو؟ قال المقتول الحسين بن علي، هو ثمل سكران سفير الدولة الرومية قاعد يم يزيد، قال الحسين بن علي تقصد اللي زوج فاطمة بنت رسول الله؟ حتى الأجانب والله يضحكون على هالموقف هذا. قال له ابن بنت نبيك قاتله؟ قال له بلى. وقف قال له يزيد احنا معشر النصارى عدنا فرد يوم عيسى ابن مريم راكب على حمار مر على طين وحل، برك الحمار مع العيسى بالطين، بعدين الطين نشف اثر حافر حمار عيسى ظل وين؟ بالطين. بنينا عليه بنيان وظلنا نتقرب الى الله ونتعبد من ذلك المكان، وانتم تقتلون ابن بتنا بيكم؟ سود الله وجهك يا يزيد. عاد امر بقتل السفير، شوف شنو هذا، شنو من طاغية كان سفير دولة روما يقتل يزيد. بعدها خرج خيزران يعز علينا جميعا وأخذ يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين. أنا ما أدري حد البارحة كنت أقرأ وأسمع من الثقات المشايخ يقول حتى كسر أسنانه، تناثرت أسنان الحسين وأقبلت سكينة بنت الحسين هوت على الأرض تجمع أسنان أبيها وتقول له يا يزيد إذا رجعت للمدينة راح أنثرها على قبر جدي رسول الله. أيوة ويلا وويلا، كأنها زينب. زينب نظرت إلى رأس العباس تقول له يا عباس من تلي جبتني وبيدك يا خوي ركبتني، اقعد يا خوي وشوف متني ترى سياط ميل ورمتني. واخرجوهم من مجلس يزيد بن معاوية وادخلوهم الى خرابة الشام، ذيك الخرابة اللي ما بيها لا سقف ولا بيها فراش، وبنات علي نامن على التراب يا مولا. تسمع هالكلمة يقول مولانا الإمام السجاد أستحي أعاين بوجه عماتي وأخواتي اتقشرت وجوهن من حرارة الشمس، ويلي عليكم يا آل رسول الله. وبقيت زينب على تلك الحالة ولا تصيح قبول لو رادوا الوادم عن خدر العرب يحجون، قالوا لو خدر زينب لو ما من خدر بالكون، ما أدري شجاوبهم علي لمن ينشدون، وقالوا مو شخت عباس هاي البين قمر جاس تتفرج علي النايا ياس
أنا الما بدال خيال فرج الدهر خلاني. يلا. أنا الما بدال خيال فرج الدهر خلان ذليت ساعة إن شاء الله يا مولاتي ذليت وعلي الذل تراكم عقب باليمة وتبدل ماي من عيني وطاح الشميل شيل امه عفاني اش كثر احمل ضيم وقلبي اش ثقل همه هم الما تشيل جبال ولا كان يخطر عالبال اروح مكتفة بحبال علي مر الخدور مثل الحليم وفقدت ولياني. أقرابيات على مرامك ها ولا عجل وش حال العقيلة بكربلة من عاينات الترب أخوتها والأرواح منها فارقت ما تشوف إلا الشماتة عليها كل ما عاتبت والهضيم قبالها شافت أخوها وذبحت. اصرخ حسين ويلي ويلي ويلة من صبرها حتى أملاك السما متحيرة شافت ابن امها شمس فوق الارض متكوره. ويلي 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 شيل سيفك يا شمير ولا شيل سيفك يا شمير لا تقطع السامن حرا وقوم عن صدر النبي هذا ترى ريحانه. أين الصارخون حسين آه 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 وحسين ويلي 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 عجل وش حال العقيلة واللي شافت من بلة ذبحة الوالي وسلب العائلة في كربل. آه وين راحت والأخو مرمي ولا حد غسل راس وياها مشي وفي الغاضرية جثت. وينك يا ملا علي بن فايز شنو قلت بهالمعنى؟ قالت إن كان شيلو يا الضعان جسم الولي تشيلونه. ما تشيل الأبيات وياي. إن كان شيلو يا الضعان جسم الولي تشيلونه وإن كان ظل بكربلة راس الولي ترجعو. ولا ولا تحب هاي الطريقة يا أبو فلاح راح أقراها عليكم إن شاء الله. صحت خويا خويا يا ابو علي ودعتك الله يا ذبي حل ما شرب ما عناك يا نور العين سافرت بيتاما يا مقطع الأوصال لو يحصل على هوا أنا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة. أين المتفجعون حسين؟ بعد بيت وأسألك الدعاء. ودعتك الله سفرتي
صعبة وطويلة يا حجاب خدر ناقتي عجفة وهزيل ما حد بقى من كويوم يا خوتي نلتجيل بس العليل وفوق ناقة مقيدين ثلاث مرات على حسين واحزني على حسين على حسين واحزني نعنا على امامك على حسين أحسين بعدك لا هنا عيش خادمك خادمك ولاه ولاه لا تقول عني سافر ما ودعوني شعلا خواتي ولا القبر ما شيع أنا يا ريتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح أسرم يسرى فوق المهازي هيا جس أحزان يا أبو فلاح ولا بعد بيت اسمحوا لي بارك الله فيكم خويا محمل سكي انا لو تزلزيل ولا من يجي له لو طاح من عدنا طفيل يا حولي حاد الضعين تروي عيني برد غليل والبر الاكفر ما تقطع الا الرجاج وعلى حسين وحزني على حسين وحزني أحسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب ها نحن بعدك يا غريب الدار أصبحنا غرائب على أمرك ارفع أيديكم بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف الكرب والبلوى والسوء يا الله إلهي نقسم عليك بمصاب الحسين شكو فيها الماتم طالب حاجة أو مريض أو عند مريض أو عند ديون مسجون مشكلة حاجة سيدي من علينا بحسن إجابتك يا الله أرباب العزاء اللهم تقبل منهم وفقهم لكل خير وارحم أمواتهم إلى من مات على الإيمان والدي والديكم من له حق علينا أموات المؤسسين الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات على عيونك يا زينب حلم مذبوح وكل عينك دمعها بس ما بجيتي